السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيطاليا إلى الملحق وسويسرا وإنجلترا إلى مونديال قطر 2022. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، اذهب واشترك في القناة ليصلك كل جديد. التعادل السلبي لإيطاليا قبل قليل مع أيرلندا الشمالية قضى على أحلام الطليان للتأهل مباشرة إلى كأس العالم بقطر 2022. وبهذا التعادل السلبي يلزم المنتخب الإيطالي على الذهاب ولعب المباريات الملحق الذي قد تؤهله إلى المونديال. وتبدو المهمة صعبة بما أن مباريات الملحق بها منتخبات قوية جدا على غرار البرتغال والسويد. وضمن المنتخب السويسري تأهله رسميا مباشرة إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد فوزه على المنتخب البلغاري بنتيجة 3-0. وساعد تعثر المنتخب الإيطالي المنتخب السويسري لضمان تأهله مباشرة، ضمن أيضا المنتخب الإنجليزي تأهله المباشر إلى مونديال قطر، ضمن تأهله بعد تعادل هولندا أمام المجر وسجل هاري كين سوبر هاتريك في المقابلة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.